سبب توقف السهم الأساسي وعدم توفر المستندات والسجلات المحاسبية التحليلية والتفصيلية المؤيدة للفترة قبل 1 يناير 2019. بالتالي لم يتمكن المراجع من مراجعة الأرصدة الافتتاحية أو التحقق من صحة الأرصدة الافتتاحية للشركة كما في 1 يناير 2019. هذا امتناع، يعني هذه المعايير المحاسبية تؤدي إلى امتناع المراجع، بالتالي يتوقف السهم لعدم وضوح سجلات الشركة الداخلية نعم. المالية طبعا. طيب، يعني انتوا الان بنيتوا النتائج الاخيره من اي فتره تحديدا مهندس عبد الله؟ يعني كيف تم اعتماد البيانات التي ارسلت الى السوق الماليه ابتداء من اي فتره تحديدا؟ طبعا المراجع من الربع الثالث 2019 الى نهايه 31 ديسمبر 2021 كانت امتناعات. بالتالي هذا الامتناع ادى الى عدم عوده السهم للمراجع للتداول. اللي حصل بعد ذلك انه في 31 ديسمبر عام 21 قام المساهمون بالتصويت على تقرير المراجع الخارجي، وتم تحميل جميع المعلومات المفقوده الى خسائر. وهنا في الربع الأول من عام 22 تحول رأي المراجع الخارجي من ممتنع إلى متحفظ، وبالتالي هذا الاستنتاج المتحفظ لا يقف عائقا أمام إعادة السهم للتداول. يعني الآن وهو ما حصل في الربع الثاني والثالث طيب من 22. والثالث احنا فقط عم نقرا بالثالث، حتى الآن الخسائر مليون و100 100,000 ريال لفترة الربع الثالث كخسائر، كالمجمل عم بتفوق ال 228 مليون على ما أعتقد حسب صحيح. البيانات المالية. صحيح صحيح، هذه الخسائر جزء منها خسائر تشغيلية، جزء منها خسائر تم استثمارها في الشركة الزميلة ثمار وسمي، وجزء منها هي خسائر تم تسجيلها لعدم وجود المستندات التي مثبته لهذا الجزء من الخسائر. فوصلت الخسائر الاجماليه الى 228 مليون ريال، وصلت ايضا حصه الملكيه للمساهمين الايكوتي الى 93 مليون بالسالب، طبعا 93 مليون ريال. نعم. طيب الان بعد موافقه الدائنين على اعاده الهيكله والمديونيه، ما هي الخطوة؟ وقد ايه هي مجمل، اولا قد ايه عدد الدائنين مهندس عبد الله، وقد ايه مجمل الديون المترتبة لهؤلاء الدائنين؟ طبعا الدائنين ثلاث او اربع، خلينا نقول اربع اطراف. الطرف الاول بنك 32 مليون، الطرف الثاني بعض الموردين الموظفين الذين لديهم حقوق، وايضا هيئة الزكاة. مجمل الديون 138 مليون ريال. تمت الموافقة على التنظيم المالي للشركة، صوتوا المساهمين، صوتوا الدائنين على التنظيم المالي للشركة. وجاء التنظيم بالشكل التالي، أنه خلال في 31 أكتوبر عام 22-23 تقوم الشركة باستداد 50 مليون ريال، وبقية الديون تسدد على 5 سنوات القادمة بعد ما تعود الشركة للربحية وأعمالها الطبيعية. يعني الخمسين ستسدد مبدئيا كمرحلة أولى، حتكون من زيادة رأس المال اللي راح تتجه إليها الشركة؟ طبيعي. نعم طبيعي، طبيعي أن تكون من زيادة رأس المال. طيب. لا يوجد مصدر آخر للشركة لزيادة رأس المال. طيب، والباقي هي ستعتمد على الأرباح، يعني بتحول الربحية الشركة للربحية. صحيح، على التدفقات النقدية المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة. طيب كيف؟ هذا الأمر بنيت الخطة التنظيمية التي قدمت للمحكمة بنيت على هذا الأساس، وقبل فيها الدائنون وأيضا صوت عليها المساهمون. طيب كيف حتضمنوا عودة الربحية، أو إمتى بنتوقع عودة الشركة للربحية مهندس عبد الله؟ طبعا الشركة بترفع رأس المال، اليوم الشركة فيها أصول 43 مليون ريال فقط، لديها طبعا أصول ثابتة، لديها بعض الذمم المدينة يمكن حوالي 23-24 مليون ريال في طور التحصيل، وال 200 مليون ريال زيادة رأس المال سيدفع منها ال 50 للدائنين كما ذكرت، وال 150 مليون الأخرى سيتم استثمارها. الشركة لديها سياسة جديدة، الشركة لن تستثمر في مشاريع
بين قوسين خضراء او ابتدائيه او جرين انفستمنت. الشركه ستثمر، ستشتري حصص وتستحوذ على حصص في شركات عامله، شركات تحقق ارباح حتى تضمن العوده للارباح باسرع وقت ممكن. ايش نوعيه الشركات؟ والله اتكلم عن التصنيع الغذائي، ونتكلم على ايضا اعاده نشاط الشركه وتفعيل عقودها السابقه من ناحيه التسويق الزراعي، لديها كانت عقود جيده في الفترات القديمه ما بين توريد لحوم وتوريد خضار. وايضا لدى الشركه الان دراسه جاده في موضوع العقار كيعني جزء من الاستثمار الدفاعي، والذي يضمن استمراريه والشركه ممكن تحقق فيه استثمارات العقاريه من 8 الى 10% سنويا. هذا نستهدف هذا الامر. طبعا الطريقه الشركه من خلال 150 مليون القادمه، زائد انه الشركه الان لديها فرص معروضه. نعم. وسبق ان عينا الخير كابيتال كشركه استشاريه لنا في دراسه الفرص، معروضه يمكن اكثر من 8 فرص، وفي قطاع في نفس القطاعات التي ذكرتها قبل ذلك. وبالتالي الشركه اذا كان هناك نقص في الكاش بامكانها ان تزيد راس المال عن طريق منح اسهم للشركات التي تود ان تبيع جزء من شركات خاصه طبعا، وتدخل في ادراج غير مباشر من خلال تملكها اسهم في شركه ثمار. طيب زيادة رأس المال قلنا 50 منها رح يروح للدائنين، وهو الأولوية أكيد حتكون للبنوك مهندس عبد الله، صحيح؟ يعني بعملية السداد الأولى. الدائنين طبعا يتعامل معهم المنظم المالي والمحكمة بشكل متوازي وبشكل عادل، وما يوجد تقديم لطرف على آخر. بس في دعوة حتى الآن ما يعني طالب فيها المساهمين، دعوة مسؤولية أو التحقيق الداخلي، هذه أين وصلت الآن؟ هذا أمر مختلف، ولكن الدعوة المسؤولية هي السادة الإخوان المساهمين طلبوا من الشركة رفع دعوة مسؤولية على المجلس السابق في دورته السابقتين، وموجود الإعلام في تداول. والحقيقة قاموا بتكليف الشركة وتفويض الشركة إدارة الشركة بالقيام بالإجراءات اللازمة. قمنا بتعيين مكتب متخصص في هذا التحقيق الداخلي فيما يخص مطالبات المساهمين في الخطاب الذي تم رفعه. اجتمعت الجمعية العامة، صوتت على رفع دعوى المسؤولية، انتهى التقرير، سلمنا التقرير للمحامي المستشار القانوني، وسوف يقوم بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة. طيب امتى ممكن نوعد المساهمين انه تعود الشركه للربحيه استاذ عبد الله؟ لانه احنا شايفين امامكم 5 سنين لسداد اليوم هذه المديونيه اللي عليكم. نعم، انا التصور للاستثمار انه الشركه ستدخل في استثمارات قائمه تحقق ربحيه، فمجرد دخولها ونجاحها في الاستحواذ على اي من الفرص الموجوده ستبدا الشركه في تحقيق الربحية إن شاء الله. بدأت عودة المخاطبة للجهات الحكومية اللي كان عندكم عقود معها سابقا لإعادة إحياء هاي العقود؟ نعم صحيح، بدينا مع بعض الأطراف الحكومية وغير الحكومية، ولكن تعرفين أن الشركة لا يوجد فيها نقد، الشركة تعرضت إلى خسائر فادحة. لإعادة بناء كان الفترة الماضية التركيز الأكبر هو كيف نحصل على موافقة المحكمة بعدم تصفية الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين والمساهمات، ثم بعد ذلك نعود لإعادة نعمل على إعادة السهم للتداول. هذه النقطتين الأساسية التي كنا مركزين عليها خلال الفترة السابقة. الآن الشركة بعد ما تم التنظيم المالي ولله الحمد، وبعد موافقة على التنظيم المالي، وأيضا تم إعادة السهم للتداول، الآن الشركة تتجه إلى عملية الاستثمار وعملية التواصل الجادة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأيضا التحضير لزيادة رأس المال بإذن الله. طيب أخيرا، يعني يمكن المساهم يقول الآن دخول الشركة بالقطاع العقاري إيش مستهدفين منه بشكل أساسي، وإيش نوعية العقارات اللي ممكن تدرسوها مهندس عبد الله؟ حتكون متمركزة بمدينة معينة أو سيكون هناك يعني متاح لكم أكثر من مدينة للاستحواذ؟ والله القطاع العقاري قطاع واعد في نمو عالي جدا كما تشاهدون في خصوصا في منطقة الرياض. لا نبحث إلا على فرص تعطينا دخل ثابت
يضمن استمرارية الشركة. لا نبحث عن، نحن لسنا مطورين، نحن شركة قابضة، حولنا الشركة إلى قابضة، شركة استثمارية تدخل في استثمارات تضمن لها عوائد ودخل مستمر، مما يحافظ على الشركة وعلى مستقبلها من أي مخاطر ربما لا سمح الله تواجه الشركة في مستقبل أيامها.